أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق التوفيق يوم الأربعاء ومعاكم قناة المواشي اليوم 9/10/2024 وتعالوا نشوفوا أسعار البقر الوالد مع المعلم إبراهيم العبدي. صباح الفل يا حاج إبراهيم، كل سنة وأنت طيب. الخلف ذكر ولا أنت؟ أنت حلوة بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا حاج، نارك أبيض. الله أكبر، تعال نهادي يا غالي، تعال هادي يا الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، كم ولد يا حاج إبراهيم؟ الثالث اللي معانا. ثالث ولد بسم الله ما شاء الله. اذكر الله. لا اله الا الله. صل على النبي. صلاة النبي. اللهم صل على النبي. يا اخي بقرة من النجمة هاي. ثالث ولد، عاملة كم حاج إبراهيم؟ 69000. 69000. بسم الله ما شاء الله. والعرق اللي احنا عاوزين ناخذوه. وعرق على الله يا جماعة. العرق اللي احنا عاوزين ناخذوه. والخلف نتايا بسم الله ما شاء الله على الماء. معك حتى انا حاج إبراهيم معايا تحت مع محمد بن وليد بغداد. ادينا الرقم لحد عسى حي 010 1717 4307 4307 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. المال صلاة النبي عليه. الله اكبر. الله اكبر. وسع يا حجني. الله صل عليك يا نبي. اسحب يالا. الله يبارك لك يا حاج إبراهيم، مالك من المال الطيب. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللي عايز دبابات البقر الوالد يا جماعه مع الحاج إبراهيم العبد بسم الله ما شاء الله. ربنا يصلح حاله وحال الجميع. حاج إبراهيم العبد يا جماعه الترز العالي في البقر الوالد. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. وراعي عجل ذكر صلاة النبي عليه. لا اله الا الله. اللهم يا اخي ما مناش مال. بسم الله ما شاء الله. كم ولد برضه حاج إبراهيم؟ ده الاولاني كسر جوز. اول هات السن يا ابني. كسر جوز. هات السن يا ابني. مش كده يا استاذ. بسم الله ما شاء الله. كده هصورك وانت ماسك العيد. انت مش عايز تصور. الله عليك يا نبي. تعال. واحد لك ايه؟ لا اله الا الله. واحد لك ايه؟ السنات يا جماعه. كسر جوز زي ما قال حاج إبراهيم العبد. وراعي عجل ذكر 30000. وعجل ذكر جامد هو صباعك ابيض غالي. الله يقويك. اسحب يده وقول وحده. لا اله الا الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. هذه الجبه انا، هذه الجبه انا. 70000. المال صلاه النبي عليها. الله اكبر. اخرها كم يا حاج إبراهيم؟ والله دي 71000. ولا بسمى 70000 تعدي. 71 وبسماه 70 يا حاج إبراهيم. الذكرات صلاة النبي عليه. الله أكبر. وبقرة كسر جوز. يعني ذكر نقوله مثلا ايه؟ 27. ب 27 يبقى البقرة وقفت ب 33 لبن. ايوه بنبيعها لبن اللي ياخدها ب 33 لبن اللي بيبيعها. الله يبارك لك يا حاج إبراهيم. احنا عاوزين نعدي الدنيا، الدنيا تدور. الدنيا تمشي وخلاص. الدنيا تمشي. الله يبارك لك يا حاج إبراهيم. معاك حاجة تانية يا حاج إبراهيم؟ ما البقرة دي كانت ودي؟ رضا. ادينا الرقم يا حاج إبراهيم. 010 010 1717 4307 4307. معلم إبراهيم العبد اللي عايز البقر الوالد يا جماعة الله يبارك له، واللي عايز لبن ويسيب الذكر برضه. يا أخي بقرة من الأشبه هاي. شوف البقرة بسم الله ما شاء الله. شاب مش ناقصك أو عامل حاجة كده أهو. الله أكبر. شاب مش ناقصك غير الأكل يا سواق. بسم الله ما شاء الله. مش ناقصك. ما هوش اليوم على اليوتيوب. شوف الذكر. بسم الله ما شاء الله. لا ملك حلو يا حاج إبراهيم. يا أخي إحنا بص إحنا بتوع ربنا. إحنا بتوع ربنا. إحنا بتوع ربنا. ومحدش زينا طبعا. أذكر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تسمع ذكر الله قول لا إله إلا الله. الله أكبر. صباحكم أبيض. لا إله إلا الله. أشكر الله. استسلمتوا كلكم؟ استسلمتوا؟ خبر إيه يا جماعة؟ أنتوا صايمين ولا إيه؟ أشكر الله. قول لا إله إلا الله. عندي منه قدام. صباحك أبيض يا حاج إبراهيم. الله يبارك لك ويصلح حالك. يا أخي قدمك حلو علينا. الله يبارك لك. والله قدمك حلو. واجعل شكم أحسن منه. المهم ده هذا الصوت. ويصلح حالي اللي يشتري منك صباح العسل غالي. ناركم أبيض. الله يقويكم ويعينكم. الخلف النام ده عمره كم يوم يا خال؟ ها؟ عمره كم يوم؟ العدل ده؟ ها؟ العدل ده عمره 10 أيام. 10 أيام. والله ما أنت مظبوط. اللي يشوفه يقول لسه مولود البارح. والله يا رايق. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. كم ولد الاولاد يا خال؟ ها؟ كم ولد؟ ده الخامس ليه؟ خامس ولد. الله اكبر. عامله كام الله وكيل؟ ها؟ عامله كام؟ والله البقرة دي عاملة 57 وهنا هيحكوا في 55 52 يعني بتسيب 3000. طب نعمل ايه في ربنا يعود عليك. اللهم صل. طب يلا صروف النشيك. انت منين يا عمدي؟ انت منين؟ انا؟ اي انا من نداح المعركة. المعركة النجاح مركز بدر. الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع. تجار ولا جنيين؟ لا تجار. طب ادينا رقمك لو في رقم لو حد عايز يتواصل معاه. مش شغال في البقرة الوالدة؟ آه. ادينا الرقم. اديك الرقم. خد رن على روحك. رن على روحك. كام الرقم؟
011 ك 5 8 1 6 8 7 6 0. اسمك ايه يا خا؟ هريد يا حاج. معلم هريد يا جماعه، الكفاح والنجاح مركز بد. أيوة. الله يبارك له ويصلح حالك وحال الجميع يا صاحبي. صباحكم ابيض. شاريين ولا بتبيع؟ محمد اهو شاري يا حاج محمد ولا بتبيع؟ ايه شاري؟ شاري. بكام بعمل؟ 7500. ها؟ 7500. ما تتكلم على الطعام. اسكت يا خلف. ما تقول لنا ثمنها كام يا فحي؟ معلم 7500. يا معلم يا ورقة يا الملح يا معلم. بسم الله ما شاء الله يا ورقة. والده فخم دقة وراها دقة. المال الفخر ده 85 بس. 85 بس. لا اهدى اهدى، هد العمل شوي، هد العمل، هد العمل يا فندم. يا ولد يا ولد اضربها كده ليه؟ اضربش البقره كده. بالراحه 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 بالراحه، دس على رجله. معلش معلش. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. مفيش من ده مال. 85 بقى. كم الله وكيل؟ الله وكيل ب 75. عايزين 75 من عند الله. القرون مقصوصة ولا ايه؟ اه مقصوص. مقصوص. الله يبارك لكم. مدك اهو. بص خلفها عند الدولة اهو. خلفها عند الدولة. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه وسلم. ما الفخر ده؟ والده بغلى كم يوم؟ اسبوع ولا اسبوع؟ يا دوبك. اسبوع. اي. وش يا بارك عليها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الفخر السبت اللي في ايدك كم بمرد الله؟ السبت اللي في ايدي 69. تاجر ولا قناع؟ ها؟ من ايه؟ كفر الزيات. كفر الزيات غربيه. الناس المية مية اللي منورين في سوق التوفيقيه. الله يبارك له. معكم حاجه تاني؟ كله تمام. هي دي بقى. طب ادينا الرقم. ايه رقم التليفون؟ رقم التليفون في والرقم اللي ما فيه؟ مفيش رقم. ما فيش رقم. الله يصلح حالك. اللهم صل عليك يا نبي. المال صلاه النبي عليها. الله اكبر. والخلف نتاية. اللهم صل عليك يا نبي. عجميه ورنتايه. عجميه ورنتايه. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا اخي. صباحك ابيض. بسم الله ما شاء الله. كم ولدك انت؟ ولدي الاول. اول ولد. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. والخلف نتاية. والده بقى لها امي؟ والده بقى لها 3 ايام. بقى لها 3 ايام والخلف نتاية. الله يقويك يا عمدتني. صباحك ابيض. كسرة 3 سنة؟ كسرة جوز يا عم. جو. بسم الله ما شاء الله. كم سعرها الثابت؟ الله وكيل بمرد الله. لسه والله في 20. لسه ما فيش حي دلوقتي؟ محدش عمل؟ عملته كام يا فخي؟ 71 يا عمي. وهو عايز كام؟ 71 وهو عايز 75. وعايز كام يا صاحبي؟ عايزين نصيبها. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. حبيبي يا عمواد. تجار ولا جنين يا صاحبي؟ يا تجار يا عمي. طب ادينا الرقم لو حد عايز بقره حلوه زي دي. والده برضه 010 010 17 17 37 37 82 82 30 30. الاسم والمكان؟ عمرو الرسلان. عمرو الرسلان طربمبا. الله يبارك لك. ما تدينا عمرو خيط نور يا عمرو بكام؟ من غير فلوس خلاص. الله يبارك لك. لسه والله عشمانين في 75. عشمانين في 75 والناس دي عامله 71. ربنا يوفق بينكم ويصلح حالكم. صلاه على النبي. عجميه وفلاح. الدوله عجميه وفلاح. المال صلاه النبي. صلاه على النبي. صلاه على النبي. الله اكبر. اللي ما فيش منه عجميه وفلاح. بسم الله ما شاء الله. عجميه عمدي. عجميه عمدي. لا شاب صلاه يا يابا. الله يبارك لكم. مالكم مال حلو. ربنا يصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. السيد ماله حلو وانتوا احلى من الكل. صباح الكل ابو السيد. عامله ايه يا رزق؟ ايه اللبن ده حلو. عامله ايه؟ مين؟ والله ما نعرف. ده الحاج زهران. حاج زهران ماشي. هو اللي شاري يعني؟ اه. بيساوي كام يا ابو السيد دي؟ ابو السيد 45. ايه رايك يا رزق؟ 45. ما تعرفش والله 45. برضه ما تعرفش؟ ما كم كيلو لبن يا رزق؟ بيقولوا بقى 12. 12 كيلو في الاسبوع ولا في الشهر؟ في اليوم يا رزق. دقيق.
الاسبوع ولا في الشهر؟ بنسيبه مش تعطرك انا بتاعته ما هو الضر باين يا ريس قعو ما 12 كيلو في الاسبوع يا دوب الله اكبر بتجرب اضرب الدلنجات ب 700 جنيه فتح ربنا يبارك للناس كلها ويصلح حالها وحال الجميع يا رب اللهم امين ما تنسوش الخلل العيد والصلاه والمواجهه عشان نوصلكم الاسعار يوم بيوم اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر انسيكم برعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما تنسوش ذكر الله ورسول الله ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء اشكر الله.